يعني شيء يوجع القلب. شوف روحه هو ياخذ في 600 ويشوف في مثلا شكون خاطر بوه هو واسطه، فهمتني؟ بالرغم انه سحب كفاءه عليه هو وعدى فتره معينه من عمره، فهمتني؟ يقرا وامه مسكينه تعبت عليه. انا نتمنى من رئاسه الجمهوريه، نتمنى منهم انهم الشباب اللي عنده شايد، فهمتني؟ يعاونوه، مش امور زعاله وامور رشوه، فهمتني؟ خاطر حتى تبدا عندك شهاده وتحب تطلع بها يطلبوا منك خويا الغالي 6 ملايين 8 ملايين، تحب تبني عليه الشاب التونسي، فهمتني؟ المثقف، فهمتني؟ وقاري راه عندك شباب عندها ادمغه، عندك شباب راهي قيس سعيد قادره تعمل لك طيارات وقادره تعمل لك ما لم يكن في الحسبان، فهمتني؟ انت شنو تدعم وما زاد ما تدعموش ب 500 وب 600 الف يا قيس سعيد. أول شاب نقابله في المظاهرة، حضورك اليوم بالنسبة لك أنت كربما مساند للوطن، مش مساند مثلا لرئاسة الجمهورية، أنت مساند كشخص، مساند في شخص رئيس الجمهورية، يعني نحكي من اعتبارك أنت تساند في الوطن. أنا كشخص خويا الغالي جيت هوني 25 جويلية، فهمتني؟ احتفالا محتفل بلادي ذي، فهمتني؟ معناتها جيت هوني حب نحتفل ونحب نفرح، شوف بلادي في خير، فهمتني؟ مش من نوعك اللي نخرج من مثلا من بلادي ننساها بلادي، خاطر عشت فيها حاجة باهية كيما عشت فيها حاجة خايبة، فهمتني؟ فيها السلبي وفيها الإيجاب. أنا نتمنى، فهمتني؟ ونحب تعرف من كل عميق قلب قلب قلبي قلب قلب قلبي ذي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد دخل الدولة ذي وحطم كل شاب تونسي. خاطر برشا برشا شباب اللي تحطم مشى للحبس، اللي تحطم مشى، اللي تحطم شو عبيد تقرا راي باك ماستير دكتوراه، دكتوراه يا خويا راه نحكي معاك دكتوراه، قلت لك ويخدم ب 600 و300 في قهوه، ما يتقهرش يشوف ينديدو كيفاش معرسه قدامه، فهمتني؟ شيء يوجع القلب راه، شوف روحه هو ياخذ في 600 ويشوف في مثلا شكون خاطر بوه هو واسطه، فهمتني؟ بالرغم انه سحب كفاءه علي هو وعدى فترة معينة من عمره، فهمتني؟ يقرأ وامه مسكينة تعبت عليه باش يوصل، من بعد تلقى ولد فلان يقرأ ولد فلتان تقرأ، معناتها هوني انت شنو باش تحكي لي انت؟ انا نتمنى انا كتشوف فيا خوك سودور، فهمتني؟ سودور هوني خويا اش تاخذ 600 700 كي انت تهاجر خويا تخرج البلاد مثلا، هي لك كرواسون سيكونومي بيننا نحن وبين اوروبا، كتشوف هاك تشوف كرواسون سيكونومي بيننا نحن وياهم طالع على الاخر، والديفيز نتاعهم اقوى منا نحن برشا، معناتها انت تنجم بشهادتك هذيك تخرج زاد البر. انا نتمنى من رئاسه الجمهوريه، نتمنى منهم انهم الشباب اللي عنده شايد، فهمتني؟ يعاونوه، مش امور زعاله وامور رشوه، فهمتني؟ خاطر حتى تبدا عندك شهاده وتحب تطلع بها يطلبوا منك خويا الغالي 6 ملايين 8 ملايين تعطيهم انت، فهمتني؟ من بعد تخرج انت تمشي تشوف خدمه على روحك، فهمتني؟ هي الدوله راهي تو قاعده، معناتها فما الدول الالمانيه أجنبية، فهمتني؟ المانيا سويسرا فرنسا قاعده تشجع الشباب باش يطلع يخدم البر. احنا شنو طالبين مننا؟ احنا رانا مثقفين، راه مثقفين خويا، فهمتني؟ وعندنا شهيد نحب نحسنوا من ظروف دارنا، انا خويا امي زواليه مريضه بالعصاب خويا، نعاني من الفقر معناتها، فهمتني؟ وعندي شهادتي وندعي، راه وريت قبل ما نجي ندعي مثلا قيس سعيد ولا ندعي اي واحد، راني انا ندعي ربي سبحانه قبل، فهمت؟ خاطر ربي سبحانه هو اللي سخر لك شكون، فهمتني؟ عمرك ما تطلب العبد، فهمتني؟ خاطر تطلب العبد ما يستجيب لك، تطلب ربي اللي سخر لك العبد، فهمتني؟ وربي يفتحها في وجه كل مؤمن والسلام عليكم خويا. سؤال اقتصاديا، هل ترى تونس تتعافى اقتصاديا المده الجايه؟ والله انا حسب رايي، معناتها قاعد تو نشوف في مشاكل كبيره سواء نتاع زيت سواء نتاع خبز خويا، راهو اسمعني راني انا نمشي للكوشة، فهمتني؟ الخبز خويا ولا راهو يخرج كل ربع سوايع يخرج لك 300 كعبه باقيت وتلقى 800 واحد يستنى خويا قدام الكوشة، فهمتني؟ يخرج لك الخبز تاع شيء، والازمه ذي نتاع شنو؟ ازمه نتاع فارين، الفارين منين تجي؟ هاي تجي من القمح. انا نتمنى من رئيس الجمهوريه، نتمنى من الدوله، فهمتني؟ يشوفوا خويا، شوف عندك وزير خارجيه، عندك سفراء، فهمتني؟ تدعم، يلزمك الشعب باش تزيد الشعب، خاطر في انهيار ما دام الدوله، فهمتني؟ مش قاعده تحقق في الاكتفاء الذاتي نتاعها، معناتها راهي الدوله في انهيار.
انت كي ما حققتش الاكتفاء الذاتي نتاعك، شبش تعمل؟ باش تولي تمد في يديك انت، باش تمد في يديك انت، باش تولي تذلك، تذل فما خاطر دول راه تذل. راه انا زاد اخوي برج وليا هذه، نتمنى انك توصل لي فيها صوتي، فهمتني؟ حكيت خويا الزبله اللي دخلت قبل من ايطاليا، بالله هذه كيفاش شوفت القصه نتاعها، فهمتني؟ حب انا نشوف، انا نحب نشوف تونس كيفاه، هاك تشوف في الجزائر، الاشقاء الجزائريين هاك تشوف فيهم تو الاكتفاء الذاتي نتاعهم وكل حقوه، فهمتني؟ سوى في البترول، سوى في الغاز، في كل شيء. الجزائر تعرفها اخويا، ها هاك تشوف اكتفاء الذاتي نتاعها تحقق. المغرب زاد كيف كيف، رانا نحنا كنا نتيروا بهم. راه ليبيا هاي تعيش في حرب، كانت تعيش في ازمه، في حرب وهي قاعده تتصلح، وتونس اللي بدات اول بلاد معناتها في الثوره، فهمتني؟ ما تصلحتش، عخاطر اللي يجي لهنا راهو يسرق. وكلت عليكم ربي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. راكم ريتوا تفرحوا بها الدنيا هذه، تفرحوا 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 تفرحوا، فهمتني؟ يمتعكم ربي، راهو يمتعوا، راهو من اراد الله بشرا زاده في ماله، فهمتني؟ يزيدك ربي في فلوسك انت، تشيخ تشيخ بالفلوس، من بعد تعمل لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. شباب يعاني برا، شوف السبيطارات برا، شوف المحاكم برا، مش يشوف بالرغم انه الادارات رئيس الجمهوريه قام بالرسمي، رانا تعذبنا، رانا احنا ريت الشعب راه برا، شوف حوم شعبيه. راه مش نحكي لك على نقولوا نحن بشر سوى مجرم سوى، ما انا نحكيك على فم عبيد راهي في الحوم الشعبيه، راهي قاريه، فم عبيد راهي طبره. بالرغم رئيس الجمهوريه تو قام بالصلح الجزائي، وقال اللي اي رجل اعمال فاسد في البلاد يعطي من الفلوس نتاعو يعمل في كل ولايه مشروع، وما يستنفع بحتى فلوس الا بعد 5 سنوات. لحد هذه اللحظه رجال الاعمال ما زالت ربما واقفه وما تحبش تواجه الرئيس. اي وقت يخرجوا القرار هذا؟ عنده مدلتي، معناتها كل رجل اعمال، فهمتني؟ يوصل يحل استثمار في المنطقه في اطار الصلح الجزائي، في الناس اللي سرقت فلوس من خزينه الدوله. معناتها باش ما يجازيهمش بالحبس، يجازيهم بحاجه اخرى، انهم يحلوا مشاريع وما يستنفعوش منها لمده 5 سنوات. معناتها ما يجازيش سلبي، هو قيس سعيد حب يجازي ايجابي. انا خويا مشروع كيما كايا نشجعوا، فهمتني؟ خاطر فما برشا شباب تو قاعد يعاني من البطاله خويا، راه يشجعوا يعمل مشروع كيما كايا، ما زاد مش يعمل مشروع ويمد له 550,000، راه فهمتني؟ باكو حليب ب 13,150، برمي راه تعرف برمي تو برمي سياره شعبيه خويا قدا ولا ب1,300,000، راه هادي راه شيء يوقف المخ، راه شيء بالرسمي راه يوقف من الزواج نتاعك، راه شيء قاعد يوقف المخ. برمي ب1,300,000 معناتها حتى انت يقولوا نحن تطمح باش تعمل حتى مشروع شخصي ذاتك انت، تعمل جرد كريبه توصل لزيد توصل للعمر، ما عادش نجم تاع غالي غالي 1,300,000 برمي. نتمنى برجولي فما قرارات، فما برشا حاجات، فهمتني خويا الغالي؟ كيما البرمي، فهمتني؟ كيما خويا حتى باش تمشي تقرا، كيما فما حاجات نورمال مو راهي الدوله تزيد تنقص في السوق، راهو لازم قيس سعيد تو وريت الحلول نتاعو شناهي الحاجات الايجابيه سوى للشاب اللي هو باش يبني به البلاد. اذا كان يخمم في بلاد يخاطر راك ما تخممش تو انت، ريت العبد الصائل اللي عنده معناتها في عقله ما يخممش في روحه تو. انا نخمم في روحي 5 و6 سنين اخرين، فهمتني؟ خمم فيهم 5 و6 سنين. زي قيس سعيد تحب تبني عليه الشاب التونسي، فهمتني؟ المثقف، فهمتني؟ وقاري، راه عندك شباب عندها ادمغه، راه عندك شباب، راهي قيس سعيد قادره تعمل لك طيارات، وقادره تعمل لك ما لم يكن في الحسبان، فهمتني؟ انت شنو تدعم ومازال ما تدعموش ب 500 و 600,000 يا قيس سعيد، فهمتني؟ هو صارفهم قرايه وصارفهم معناتها علم، صارفهم سهر عليهم الليل ومتعب وبوه شموسيت، ويجي بعد ياك 500 و 600,000، معناتها شيء مش منطقي وشيء مش معقول، فهمتني خويا؟ ان شاء الله خويا تتصلح البلاد، وكا هو مرنا ريتنا نحن الشباب الكل يخمم في هجره. راه غادي خويا راهم يعطيوك حقك الدوبل ويعطيوك حقك التريبل، فهمتني؟ حقك راك تاخذه دوبل والتريبل، اصلا حتى ريت العقليه غاديك خويا في الاوروب تتبدل، تتبدل. راهي المانيا تعرف شنو هي عامله باش يشجعوا على النظافه، عاملين خويا الغالي اون ماشين، فهمتني؟ فهمتني؟ تجي خويا الغالي في المير لاصقه، فهمتني؟ تحط فيها دبابز، كل مثلا 5 6 دبابز يعطيوك عليه فلوس. اخزر كيفاش تشجع في النظافه، شوف كيفاش. شوف الاوروب راه متقدم علينا ب100 سنه، راه عباد ولات تحب تمشي تعيش في القمر. انا خويا برج وليا، فهمتني؟ ما دامني صغير في عمري، اي شيء براوي قيس سعيد انا مش نعطيها لك، راه هذه ونفهمها لك، راه
سوى شيب عنده سوى ما عندهش، راهو يحب الناس كل، راهي قيس سعيد راهي تحب تخرج، تحب تخرج من هنا، فهمتني؟ راهي الناس الكل، اي شاب تونسي يقول لك راني نمشي غاديكا نضمن مستقبلي، شهرين من زمان نعمل فيهم كره. هوني خويا 50 سنه بابا يخدم، عاد عمره كي عمره كل يخدم وعمره ما خذا كهرباء، فهمتني؟ انا نجم نخرج له غادي شهرين من زمان نجيب له كهرباء.